يا الله عليك ولا على غيرك ابو علي، والله انك زقرت يا ابو علي. عازمنا على عرس عمري وديتك مكان مو حلو. لحشه لحشه عطى خنت بخر يا ابوي. لا انت اساس لابس لابس تروع قال عرس شيل بس ولا والله لا يبا اروح بدل بس بدله وكرفته و شغل مرتب. عرس كرفته اصب عصير انا. لا يا حبيبي عرس شيء مرتب. شلون يا ما فهمت؟ وفي بوس عرس اي بموس العرس البارك له يستاهل. ها ما راح ابوس المعرس. ها ها نبوس من عيل مرته يمكن اهل المعرس ما في كذي بالكويت. انا ما شفت فيديو فيديو وهو على اساس انه بروح لنا العرس. اي عطبنا هذا اي انعزمنا نفس العرس. نفس العرس نفس العرس. عندك نمونه نبي نشوف. عندي شوفه. واكيد في بوس. في بوس. لا بعد شنو تخيل واحد ويبوسونه ثنتين اكيد خدودك كبار. يمكن خلنا نشوف خلنا نشوف. الله يسامحك يا ابو علي، هذا الفيديو اللي الناس قايمين عليه ما عندكم سالفه. ما عندكم سالفه كلش، مو غريبه عليهم ترى. انت تستغرب هالافعال من ناس تتوقع منهم العكس، بس من هالنوعيات مو غريب. أنا أبو علي عندي سؤال. إيه؟ أبي هذا المزيون هذا بخدود. إيه؟ هذا منو اللي طايحين في تبوس؟ هذا شكله سمسار ممثلين. سمسار؟ هو اللي نقل ممثلين حق عمل. إيش قصدك؟ ها آه منتج؟ منتج. إيه منتجي. إيه؟ معقول كذي. طبعاً قبل لا أنتوا تتعذرون لا تطلعوا لي بالعذر المعروف. هذا بحسبة أبونا بحسبة أخوي. ما في حسبة أخوي، في أخوي وفي مو أخوي. في أبوي وفي مو أبوي. أبوي لا حق يبوسني، أبوي يبوس بنته بس مثل أبوي ما يبوس. ما يبوس. إحنا نقول مثل أبوي بالاحترام بالتقدير بالمعاملة، أما بالبوس لا. كذي بديش سكة ثانية. تعرف هالسكة الثانية؟ لعبتك لعبتك. وعسى ما قلنا شيء. أنا أدري بتقولون إحنا حرين وإحنا نبي حرية، نبي هذا بالكويت. الحين الكويت فيها 60,000 حرية، فيها حرية سياسية، فيها حرية مذهبية، فيها حرية تتزوج اللي تبي، حرية تشتري أي سيارة، حرية تلبس اللي تبي بحدود الأدب والاحترام. إيش معنى حرية البوس والتفصخ؟ فيها لجنة الحين. شنو هذه؟ آه سلبية. ودي أشوفهم. من اللي باللجنة؟ شوفهم. السلام. مو هذا اللي نبيه. كفو عليكم وشد طال عمرك. وفي شغلة واحدة عجبتني. شنو؟ شغلة واحدة عجبتني وفرحتني. تعليقات الناس على الفيديوهات. الحمد لله الناس فيها خير والناس تعرف الصح من الغلط. انتوا يا اصحاب الفيديوهات شوفوا التعليقات في بعض الحسابات الاخباريه وشوفوا الناس شلون قاعده تشمئزنا في عالكم البايخه. وفي رساله منتشره بتويتر تقول ايش دعوه الكويت ما فيها العم من كذي. حتى لو كلامكم صح هذا الالعم من كذي بالعلن ولا بالخش والدس؟ بالخش والدس. ودامنا بالخش والدس معناته ضد القانون، دامنا بالخش والدس معناته المجتمع رافضه وهذا يكفينا. واذا مو عاجبكم احب اذكركم للمره المليون كلمه وزير الداخليه لما قال احنا في بلد قانوني ونطبق الشريعه الاسلاميه. مو كلامي، كلام وزير الداخليه الشيخ طلال الخالد. سمعوه للمره المليون. ايش معانا على على الله سبحانه وتعالى مره ما ندش على ارزاق الناس عليهم بالعافيه، بس اللي خالف القانون ويطلع التقاليد الإسلامية والله ما له مكان. سمعت؟ اي والله عازمني على عرس يا ابو علي. عازمني على عرس كله تبوس وتفصخ. عدلها يبا عدلها. الله يلا خلاص بوديك مكان. مكان؟ اي تكفى وين بعد؟ بوديك تروح نسلم على لجنة الظواهر السلبية واحد واحد. والله لابوس خشمهم واحد واحد واطيح بخشومهم تمصص علشان بس يدوسون على بعض هالبشر. اوه يستاهلون. انت وياهم؟ انا وياهم. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، ومن القلب إلى القلب إلى القلب لنا.